نهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي والترجي، والاتحاد الافريقي رسميا سوف يتسلم الملعب من يوم الخميس. وبالامس كانت عندنا هنا امبارح خطه صحفيه زي ما بيقولوا كده من العيار الثقيل، لما كشفنا وعرضنا لائحه دوري ابطال افريقيا وقلنا ان في خطا عند رابطه الانديه وعند اداره المسابقات بتحديد مكان اقامه مباراه الزمالك وفيوتشر يوم الخميس على استاد القاهره، في ظل ان الاتحاد الافريقي سوف يستلم الملعب من يوم الخميس. بعد الحلقه ما خلصت على طول طلع قرار من رابطه الانديه، والاتحاد الافريقي كان تحرك في التوقيت اللي كنت بتكلم فيه اثناء الحلقه، وطلب من الرابطه ان يستلم الاستاد يوم الخميس. الخطاب اللي كان على الشاشه ده تعديل في مكان اقامه المباراه، والمباراه بدل ما كانت تتلعب في استاد القاهره يوم الخميس الساعه 7 تم نقل ميعاد او مكان المباراه الى استاد المقاولين العرب. هنا الحمد لله لما بنتكلم في اي امر بيبقى عندنا معلومه، عندنا لائحه، عندنا تفاصيل اكيد لازم نوجه فيها المسؤول عن برمجه المباريات واداره المسابقات، لان الامر ما كانش هيليق تماما ان الاتحاد الافريقي يجي يستلم الملعب يوم الخميس يلاقي الملعب مرتبط بمباراه في الدوري، ومش اي مباراه، ده الزمالك وفيوتشر يعني في حضور جماهيري كبير. فالوضع ما كانش هيبقى كويس، خاصه بعد الاحداث اللي احنا شفناها في استاد القاهره في نهائي كاس الكونفدراليه. ده كان خبر مهم جدا لازم ناكد عليه، والاستجابه كانت سريعه وتم نقل مكان المباراه من استاد القاهره لاستاد المقاولين العرب.